السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من صراحة جدا. كما هو معلوم كل واحد فينا عنده ديفو في حياته، وبهذا اليوم زرنا مدينة عبد القليع باش نسألوا أهل هذه المدينة وشنو هو الديفو اللي في حياتهم ونشوفوا إذا يقدروا يقولوا لنا وشنو هو ولا لا لا. تابعوا معنا. بصح وقت العالي باش نستفهم لك والله ما على بالي. اكزاكت اكزاكت تلمو كاين بزاف ما لقاش شي الديفو سبيسيال ما لقاش. هذا شغل ما عندك؟ انا لا لا قاعد ما كاش ديري ما عندوش. عندك جرأة باش تعطيني ديفو ديالك؟ انا عندي بزاف ديفوات. وشنو ما عنديش جرأة نعطيهم لك؟ ما عندك جرأة؟ عندي ديفو بزاف ايام ما نعطيهم لكش. علاش؟ ديزولي ما نقدرش نعطيهم لك. بون سامح بزاف جوغ يغيرني هذاك الانسان نسامحو ما عدن نندم باللي سامحته ولا ودائما تعاود له الديفو هذا بزاف كيكون نيمبورت سيتوايا الجيريا عندنا لي ديفو ولا كاع لو موند كاع ماشي غير سيتوايا. نعم عندي الجرأه. ها عندي الجرأه. عندك الجرأه. شنو هما الديفو ديالك؟ الديفو ديالي كنت نسرق ما كانش الخدمه. هذا هو الديفو ديالك صح؟ ايه تقول لي الجرأه راني نقول لك باللي الجرأه كنت نسرق ما كانش الخدمه. كيفاه؟ الله يسفر وجهك ان شاء الله. بورت مالور. كل واحد فينا عنده عيوب صح. انت عندك لي ديفو؟ عندي لي ديفو. تقول لهم لنا. عندي ديفو واحد واللي هو هو نتبع النساء. نتبع النساء. ايه ما نتبع النساء مني نوض الصباح نتبع النساء ما نخدم ما والو. الله حياتي كاع هكا مني نوض وانا نتبع في النساء راني في الجامعه راني في الليسي. انا نوض الصباح ما نعرفش نحضر كون ما نسقى هوايه شو نتكيف مانيش عارف واش نقول لك. نورمال لازمني ندير قهوه وقارو باش نولي نعرف نحضر صح ولا لا الخويا. ولو كان تلاقى معك شي واحد قبل ما دير قهوه وقارو ماشي محل ما نعرفش نهضر معاه نتفاتن معاه ديري. انا وصي ندير قهوه وراني مسكون مركوب. شوي سنسيب كشغل تغني عمري بالخاف زعما حاجه كما يقولون نحس كلي بما قيمونيش فيها هكذا مي كشغل كي نعرفش كاين كشغل نورمال يجوزني الحال ولي طبيعتي وهذه هي انا. هي ديفو هي نتقلق نتقلق نبقى نقطع حوايج لي لابسهم كاع حتى هذا ديفو كاع فينا ديفو. بيان سور كاع عندنا لي ديفو ديالنا كل واحد عنده لي ديفو ديالو. الشعب كاع فيه لي ديفو. وانتايا؟ بيان سور عندي لي ديفو خويا. تقدر تقول لهم لنا؟ ما نقدرش نقول لك لي ديفو ديالي. عندك جرأة باش تهضرها؟ ما عنديش جرأة. خطرات تكون ان ديفو تاع الكلمة وي خطرات ديكالاج باغ اكزومبل ماشي ما عنديش كلمة عندك باغ اكزومبل توعد انسان على الزوج ولا ثلاثة تجي على الربعة سي با ان ديفو نقولوا زعما له حجة له حجة الروتار سي صحيح. أنا ما فيش ديفو. ما فيكش؟ ما كاش ما كاش. ما فيكش؟ ما فيش. ساكا فينا؟ ما فيش. أنت ما فيك؟ ما فيش. أنت كامل؟ ما كاش. أنت كامل؟ ما كاش صح صح. عندي كان عندي بروبليم تاع سرقه الحمد لله يا ربي تاب علي يا ربي. صار عندي بروبليم تاع نساء هذا ما نساء صراحه كيما هو كيما صاحبي كيف كيف عندنا ديفو تاع نساء هذا ما كان لكن في الموطور دور تبعوا فيها هذاك واش كاين واش بهم العيوب فيك انت عيوب قاع فينا عيوب قاع فينا عيوب الا الانبياء والرسل اللي خير ربي بعد عليهم العيوب. صباح النوض مع روحي متخبط غير النوض اللي لهم قاع طافي ما على باليش واش نهضر وهذه هي خويا. انا ما نكذبش عندي بزاف ديفوات. تقدر تقول لهم لنا؟ ما نقدرش. علاش؟ كاين اللي ما يحبوش. ما عندكش الجرأه؟ ما عندكش. شكون اللي ما يحبوش هادو؟ شكون اللي ما يحبوش؟ انا هذوك ما نقدرش نقولهم لك. علاش ما نقدرش نقولهم لك؟ وكنت كيف يا اخو تاع حبيبي جاري انت ما عندكش جرأه باش تهضر هكذا تقابل تقول لي ديفو ديالك. كيف ما عنديش جرأه باسكو عندي بزاف لي ديفو. قلنا هما واحد ولا جوج منهم انت عندك بزاف عطينا واحد عطينا يا ودي بزاف وكاع ماشي مليح مليحه ما تسمعهمش خير. لي ديفو ديالي بار اكزومبل مقلق مقلق كراف ما نساعفش هادو هما نورمالمون كاين سؤال اخر ما كنتش فاهم. سير كاع حبيبي بيها سير خويا قتلونا عنوني لا غالب دي ربعه نساء ومانيش قادر ومازال كتب مازال لا غالب والله غايت بالاخر طويجي ونعرف كاع مام نبغي نخرج ليترونجي هكا نديفو
تاع الروطار هذا ساكن هي ساكن فيها كيما هكا. العيوب بالمثال العيوب فينا ما عنديش نبغي نولي عندي هذا عيب. مانيش عارف انايا فينا العيوب. انا عندي ديفو تاعي نتكيف الدخان. هذا هو الديفو تاعي. تتكيف. ايوا صلي نخاف ربي سمعت. نحرث قباله ما عنديش هذيك كذا من هي سمعت. مع ربي ومع العبد. ما الله يحفظك. حاجه واحده اخرى. عندك ديفو واحد هذا هو. هذا هو الديفو تاعي، الديفو تاعي الدخان هذا واش كاين. وما قدرتش نحاه. اه قدرتش. ما قدرتش. وشايف انت ديفو كبير هذا. جاب دونجي. عندنا كاع ديفوات. واللي هو؟ ما نقولكش علاه نقولك علاش وقدر ما عندك جرأة باش تهضر لي ديفو ديالك لا ما نقدرش علاه هكذاك علاه بنت هاد السيكاليتي هادي ملي كلمة تهضرش بالاسم تاعك نورمال ديفو عادي فيك مارف انا عندي ديفو نتنرفا نتقلق هذا ما كاين مطر ما كنولو ولاك مخباه كيما ما ديفو لك مخباه ليه ما حبيتش تهضر وشنو هو اه لا لا جو با موا فينا لينر بزاف نتقلقوا هذا عيب ومامو ما نتقلقوش لي ديفو عندي انا انسان خدام وما نوضش بكري الصباح عندي 9 ل 10 نوض اجور انت باش خدام نخدام نورمالمون على 8 اي خلاص دوك نمشي هاني نط هاني نط خلاص مشاهدينا الكرام كان هذا موضوعنا لنهار اليوم لاقتراحاتكم عليكم غير ترسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة أنا قلتم قوة أوفية البرنامج صالح جدا ونتلاقوا غدوة إن شاء الله في موضوع جديد سلام.